السلام عليكم شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيك الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. اليوم رئيسنا تبون أطاع أوامر قال الوزراء باش يحاربوا هذا الفساد والسرقة والنهب، فهمتوا؟ يحاربوهم قاع في التجارة، حب في التجارة، حب في مصالح، حب في مصانع، حب في المهم في الوزارة في الإدارة، تحاربهم قاع. نخليكم تشوفوا شوية من هاد لا فيديو ونولي لكم هكذا. عهد المجاراة ولا بدأ عهد المجابهة، عهد الضرب من حديد هذه العصابة. وأنا صريح معكم، أنا نشتكم لأول مرة ونقولها لكم أمام وسائل الإعلام، اللي قادر يوقف معايا ويكون راجل وأرجاز يبقى معايا ويوقف معايا. لو شايف روحه يخاف من هذه العصابة أو عنده ديزافينيتي مع هذه العصابة، أنصحه لوجه الله يسوطي من الترا وينزل، لأن الترا قلة. أقسم لكم بالله لن يتوقف إلا بالقضاء على جميع العصابات التي استوطنت الوزارة ابتداء من اليوم. ستقطع رأس العصابة. راح نبداو بالحليب إن شاء الله، ثم تأتي كل العصابات الأخرى. السلام عليكم، كيراكم خويا عزاز؟ مليحة الحاجة؟ واش خاصك؟ شنو خاصك؟ خاصني الحليب وما بقاش. هذا الوزير ديال وزير التجارة البارح هضر على الحليب، اليوم صبحوا مقرفين. أنا في عين بيضاء بلدية الثانية وهران. يا وزير التجارة، هادو الموسعين تاع عين بيضاء حبسهم حبسهم، صبحوا مقرفين. ها الحليب مكاش، ها مكاش مكاش، ها مكاش. كان غير البنت الحاجة. شنو خاصك؟ شنو خاصك الحليب؟ هاي الشمال يا كبيرة تحوس الحليب والله ما بقاش. قالوا ما بقاوش، قالوا في ميساك. بسم الله ونعم الوكيل. يا بارتاج وماكسيموم، انا في سيدي حليب مكاش اليوم. طيب وامي عبد، امي عبد جابوا لك الحليب اليوم؟ لا ما جابوش حليب. علاه ما جابوش؟ لخاطر قال لك الشعب يدير دو ميساك. قالوا دير دو ميساك ديالو لاكاف. تما هذه خيانة لوزارة التجارة. وزير التجارة في عين بيضاء بلدية الثانية وهران. الحليب من قلت لهم ديروا 2005 داروا لها كراف، صبحنا بلا حليب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، انا وليت لكم دوكاتيك يا شعب الجزائري. هاو بان الخط الخط الاحمر من الخط الابيض. شفتوا دوكاتيك علاش ما حبوش يديروا رئيس الجزائر؟ شفتوا علاش ما مش حابين رئيس ولا تبون؟ شفتوا علاش ما مش حابين يديروا رئيس؟ ها هادي كاع لا مافيا، هادي كاع العصابه اللي مازالت برا اللي راهي تخرج. هادي العصابه اللي تخرج في العراق، هادي هي العصابه. شفتوا؟ باسكو هم خايفين من القانون الجديد، راهم خايفين من القانون الجديد. والقانون الجديد ينحي قاعد الفاسدين، والقانون الجديد ينحي قاعد الخباتة، والقانون الجديد يحارب كلش، يحاربهم. راهم بداو من اليوم. شفتوا يا شعب الجزائري وين راهي العصابة؟ مازالت العصابة وين راهي العصابة؟ العصابة راهي بيناتنا. شكون دوكا لاو يسرق؟ هايا شكون لاو يسرق؟ دوكاتيك الاحوانات حبوا يديروا اضراب، حبوا يدخلوا، اما نزيدوا يدخلوا للعراق. شفتوا على ماش؟ باسكو رئيسنا تبون حفظه الله ورعاه راح كاع يحاربهم، يحارب المصالح، يحارب المصانع، يحارب السوناطراك، يحارب التجارة، يحارب كاع الفساد في البلاد. ورانا بدينا، راهم مش حاملينها. شوفوا علاش هم يخرجوا للحراك، راهم خايفين، راهم على بالهم واش هم يديروا. هاد الحراك قاع سبة، راه حبيش حب يكملوا يديروا رايهم. ما خرجتش عليهم، ما خرجتش عليهم القانون الجديد اللي يحارب الفساد، اللي يحارب الحقرة، ويحارب الشرديمة هادوما والخوانة. فهمتوا دوكا يا شعب الجزائري؟ دوكا تقولوا لي بيناتنا شكون اللي سرق دوكا؟ شكون اللي عاوز يسرق؟
يا اخي قلتوا العصابه ديال الصعيد وكنتوا تقولوا بوتفليقه وكنتوا تقولوا دابا ها يا دوكاتيك شكون اللي عاود يسرق؟ هيا جبدوا دوكات شكون سرق؟ ها شكون العصابه؟ وين هي العصابه؟ العصابه راهي بيناتنا. شفتوا العصابه؟ هاي العصابه واش مكتوب؟ اخا واش مكتوب؟ لا تلقى ما لا تنقصنا البطاطا ولا حليب الرحلو. سمعتوهم شنو يقولوا؟ حبي يقول خلونا نعيشوا كيما نحبوا. فهمتوا دوكات واش محبين؟ حابين يكملوا السرقه. ها ما خرجتش عليهم القانون الجديد يحاسبهم. ما كاش من تمسخر والو تتحاسبوا ويتنحاو كاع كيما كنكتبوا تكتبتوا يرحلوا كاع يتنحاو كاع السراقين للاداره مجمعيه الاداره اللي سرقت الاداره مجمعية اللي سرقت الحوانت مجمعية اللي سرقت لي غوسيس كاع يتنحاو كاع يتحاسبوا واللي ما عجبوش لا اللي يغلق الحانوت تاعو ينحيو له الحانوت ولي زامبو كاع تخلصوهم هكا يا لطفي دراجي لطفي دراجي خلاص عليك خلاص تاعك هذاك السيبر كافي تخلص لي زامبو نالي حليتو حتى لدركا تعاود تخلص كاع لي زامبو اللي ما كنتش تخلصهم هكذا اللي كان كوفريك شوف شكون اللي كان كوفريك تخلصهم هكا يا سبيطارات الطبيب يتحاسب فرملي يتحاسب لاجر يتحاسب هكذا الاداره تتحاسب ورقه بورقه هكذا لكم مالكين راكم مالكين ليه ها مالكين الاراضي ومالكين ها لي زوتيل ومالكين لي كومبلكس تتحاسبوا تخرجوا وهاد الايامات راح يجيكم بون نوفيل راح يجيكم خبر جديد وخبر كبير وجديد دوك هاد الايامات يبانوا ما حين يديروا الخدمه قالوا لهم ديروا ها الاخر تاع الاخر تاع التقرير ها تقرير ميزاني تاع سوناطراك دوك يخرج دوك يبانو كاع السراقين دوك تبانو هادي لا فيديو درت لكم برك باش تشوفوا شكون علاش راهم يديروا الحراك فهمتوا دوك كان ماشي يديروا الحراك ما خرجش عليهم القانون الجديد زرماطي رانا هنا نعاونوك يد في اليد يا وزير الخير يا وزير التجاره نعاونوك يد في اليد يا وزراء كاع تاع المصانع تاع المؤسسات تاع الشركات رانا هنا نعاونكم يد في اليد وخاصة هاد الكلينيك هادو هما اللي مدايرين حالة في الجزائر الكلينيك الخبات تاع اليوم يوبيريو يوبيريو بتخبية ما يخلصوا لي زابو ما والو ما يديكلاريوش تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر وتحية رئيسنا تبون حفظه الله وراه احتراماتي وتقديري وتحياتي للجيش الوطني والشعبي والأمن الوطني الشعبي والسلام.